السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناه ديالكم في شانيل. فاليوم ان شاء الله عندنا لكم يعني مشروع جديد وفكره جديده ان شاء الله. واحد المشروع اللي هو يعني موسمي، وهذه هي الوقيته ديالو اللي هي الدخول المدرسي. فهذا المشروع اخواني كيف تشوف العنوان، فهو يعني مشروع بيع الكتب المدرسيه المستعمله. فماشي يعني حيت كاين يعني مشروع ديال بيع الكتب المستعمله بصفه عامه، هذا كيكون على طول العام، لكن اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على الكتب المدرسيه المستعمله. هذا المشروع هذا اللي انا شخصيا يعني دزت بهذه التجربه ودرته ولمست الارباح اللي فيه وشفت البساطه اللي هي فيه. وموسمي يعني عنده واحد البيريود هي قليله بزاف، 3 سيمانات بالكثير 4 سيمانات، وكيخلي لك واحد الارباح اللي هي كبيره بزاف بالمقارنه مع راس المال باش انك كتبدا. فكيف كيعلم الجامعه اخواني باش نشوفوا المشروع يعني من من من, من الشموليه، يعني نشوفوا من واحد الجانب اللي هو شامل. فاول شيء المونتاليتي ديال اولا القدره الشرائيه ديال الاسره المغربيه، فاحنا ما كنقدوش اننا نشريو الكتب المدرسيه لوليداتنا كاملين من المكتبه، يعني ناخذهم جداد. فيعني المقررات غاليين ديجا، غير الدفاتر يعني ما هي وما لونها، والكتب بالنسبه للمطابع فقط كنقتصروا على هذوك المطابع اللي هما يعني ما كاينينش، ما كنلقاوهمش الا في جديد. يعني المكتبه كنمشيو ليها بالنسبه للمطابع غير للضروره، ماشي اختياريه. دونك كاينه هاد الفئه، وكاينه فئه اخرى يعني ما كيبغيش يمشي للمكتبه، لو ديت ديك الزحام اللي تيكون فيها وعلى وديت هذا المسائل، تيقول لك اللهم ناخذهم مستعملين ونتهنى راسي من هذا الصداع كامل ديال الزحام. يعني في كلتا الحالتين الكتب المدرسيه المستعمله كيكون عليها واحد الاقبال، واحد الرواج، كتشهد واحد الرواج يكون كبير بزاف. فانا يعني كما قلت لكم شخصيا جربتها في واحد السنه معينه، ملي نجحت في واحد يعني في واحد السنه، انا والصديق ديالي اقترح عليا اننا نديروا الكتب في هذاك الصيف. هذاك الصيف قلنا يعني في الدخله ديال المدرسه قلنا ما فيها باس، مالنا علاش ما نديروهاش، نديروها صافي. خديت انا المقرر ديالي، هو خدا المقرر ديالو، زاد عليه المقرر ديال واحد الاخ ديالو، ولو عندنا 3 ديال المقررات المطابع. اوكي، مشينا للسوق حطيناهم، ثم بدينا كنلاحظوا ان كيجيو الناس دراري عائلات تيجيو وهازين يعني سيكان ولا شي حاجه، تيقول لك باغي نبيعوا المقرر ديالنا. فبدينا كنزعموا كناخذوا المقررات. كالمقرر شحال كناخذوا؟ كناخذوا مقرر كامل 50 درهم 30 درهم 25 درهم على حساب، يعني من الابتدائي وحتى للثانوي حنا كناخذوا كل شيء. فالمقررات كناخذوهم رخاص بزاف. وفي البيع كنا ما كانتش عندنا فكره في المره الاولى، كنا تنديروا في البيع كنا كنبيعوا حتى حنا، حيت حنا راكم يعني اي بحال اي وحدين لما كيسالي من العام فالكتوبه كيبقاو عنده، غير يعني غير كيعطيهم شي واحد من الجيران ولا يعطيهم شي واحد من العائله فابور او لا يبيعهم رخيص كما تنقولوا. لكن حنا اكتشفنا في السوق بان الناس ملي كيبغيو يبيعوا، يعني التجار اللي قبل منا ولا الحرفي ملي كيبغيو يبيعوا، شناهم بانهم كينقصوا غير 3 دراهم 2 دراهم في الكتاب. ف تما تنبهنا لهاد المساله هادي، فولينا كنشريو بالثمن، يعني كنتشطرو في الثمن المينيموم، وفي البيع ديالنا كنحاولوا ما امكن نقصوا غير 2 دراهم 3 دراهم. وجاتنا حنا لوكازيون ديال ان كان واحد المقررات بالضبط ديال البكالوريا، البكالوريا سيونس ما كانش يتلقى في مره. يعني هذاك شنو كيدير؟ حنا كانوا عندنا من بعد القيل خدينا مقررات ديال البكالوريا سيونس، فكنبيعوهم تنقصوا كما قلت لك 2 دراهم 3 دراهم. من بعد حتى سالينا لقينا بان الناس كاين يعني ممكن اللي تيدير تيستغل، يعني كيبيع ب 100 يعني 100% ولا 150%، صافي دير اكثر من الثمن اللي كاين في المطبوع، لانه ما كاينش، لان المطبعه ما بقاتش كطبع، المطابع ما بقوش يطبعوا هذوك المقررات، في المكاتب ما كاينينش، فيعني الجديد ما كاينش، بقى فقط القديم. الانسان كلشي يعني جميع الشرائح كيجيو للقديم وكيقلبوا باش يشريو، وكيشريوه بالثمن اللي بغى، ما يعني ما حيت ما كاينش مقطوع ليسونسييل. المهم هذه في هذه حاجه، مي البيع والشراء بالطريقه العاديه هو اننا كنقصوا 2 دراهم 3 دراهم وعلى حساب.
فكنشرو حاجه رخيصه. فالمقرر كان يعني بهذا المعنى، كناخذه مثلا بواحد 50 درهم وحنا كنبيعوه ب 150 درهم حتى ل 200 درهم في شي حالات، يعني الرباح بمعنى الكلمه. ومن ثلاثه بدينا بثلاثه المقررات وبدينا كنشريو بشويه بشويه، داز شي جوج سيمانات لقينا بان الطابله ولات عندنا عامره بمعنى الكلمه، والمقرر اللي بغاوه موجود وعندنا جوج مقررات ثلاثه مقررات من المستوى. فيعني وبدا البيع بدات كتحرك كما تنقولوا الحركه، بدات تتحرك الحركه ديال البيع، وبدات الفلوس من طبيعه الحال كتدخل. لهذا اخواني واي واحد يعني سيرتو يعني ما خدامش وبغى يتحرك بغى يدير راس المال، يعني عنده واحد الفكره معينه، عنده واحد الفكره معينه بغى يديرها لكن وقف راس المال، فهذه هي الفرصه ديالو. فهاد المشاريع اللي كيكونوا موسميين فهاد هما الفرصه ديالو في انه يدير واحد شويه ديال راس المال، لان هذا المشروع ف في ظرف يعني في ظرف واحد ثلاثه سيمانات اربعه سيمانات كيمكن انه يخلي لك واحد 3000، وانت غادي يعني شحال ما كانت الحركه اكثر كل ما كيكون اكثر، فهو مربح وكيخلي واحد البركه ديال الفلوس. يدير مشروع كيف حطيتها وبالي بانني يعني نشاركها معكم كاملين، باش اللي بغى يعني يحرك يدير شي حركه في هذا الاول ديال العام هذا، يبدا بدايه كما نقولوا بدايه موفقه بواحد راس المال، واحد راس المال شويه على هذاك راس المال اللي عنده مثلا جامع شي بركه اخرى يزيدها، وهو غادي يبدا المشروع ديالو كامل. فاخواني بالنسبه لراس المال باش تبدا، راه قلنا ما كتحتاجش هذا راس المال، ما تحتاجش راس المال اللي هو كبير، المقرر ديالك والمقرر ديال خوك وتمشي للسوق وغادي تشوف كل شيء قدام عينك، غادي يبانوا لك الناس جايين، غادي تشري من عندهم بثمن اللي هو رخيص وتحط هذاك الشيء تبيعه، وانت غادي كتدخل الفلوس وكتشري كتدخل الفلوس وكتشري، حتى لواحد شويه غادي تلقى راسك بان عندك الكتوبه بزاف وعندك المداخل الفلوس بزاف. اخواني المهم الله ييسر الامور لكل واحد ان شاء الله، واللي ناوي الخير الله يوفقه ليه ان شاء الله. وي اخواني بخصوص يعني المشروع ديال بيع الكتب، بقات واحد المساله مازال ما تكلمتش عليها، واللي هي يعني كيفاش هاد دابا انا تكلمت معكم بالطريقه القديمه اللي انا كيبحال التجربه ديالي اللي انا درت، لكن بالنسبه لاي واحد فممكن انه يطور لاكتيفيتي، واخا هي موسميه وما غاديش تحتاج ما عندهاش مده طويله، ولكن يطورها باش الارباح ديالو تكثر. التريب يدير لي زانونس في افيتو ماروك انونس، يدير في الفيسبوك في الماركت بليس، يدير يشريهم وعنده كتوبه كيبيعهم، دونك يخدم على هذه المساله هذه، يخدم على هذه المساله هذه برقم الهاتف ومطرح حل واحد الكالا كذلك راه مزيان. اي واحد بغى كتوبه غير يتصل به، اشمن مقرر بغيتي اشمن كذا، ها لي بري ديالهم بغيتي تصورهم مثلا، بغى يعرف ليطا ديالهم درت حتى انت خاصك تعتمد على ليطا تكون مزيانه، كتوبه يكونوا نقيين مزيانين يعني وتصورهم ليه. بون ها هو الكتابه التاريخ الجغرافيه ولا داك المسائل المطابع كاملين كتصورهم ليه على اساسها ما راهم بونيطا مزيانين قادين، كتصيفطهم ليه صافي قال لك اوكي فاليدا معاك البيع وشري صافي، كتمشي لعندو كتعطيهم ليه في بلاستيكا كيعطيك الفلوس وكترجع في حالك. كذلك ومثال بالنسبه للناس اللي غادي يتصلوا بك غادي يقول لك بغيت انا باغي نبيع كتوبه، مرحبا سوا يجي لعندك سوا تمشي لعندو تجيب الكتوبه تشريهم لعندو تجيبهم، وغادي تشريهم يعني بثمن اللي هو مزيان كتفاهم معاه بطبيعه الحال، يعني كتصدق انت شنو كتولي بايع، يعني عندك جوج اسواق جوج مارشيات،
المارشي اللي هو يعني فيكس هو داك السويقه ولا السوق، تما كاينه دير الطابله ديالك ودير المسائل ديالك وخدام كتبيع وكتشري، كتشري وكتبيع كما تنقولوا، وخدام حتى في معتمد على السوشيال ميديا على هاد المسائل ديال الانترنيت وهادشي ديال لي زانونس والتليفون، وكتولي يعني ما شاء الله. يعني هادي انا ننصح اي واحد، اي واحد دابا كيسمع هاد الفيديو هذا وكيف يقول لي باغي ندير كتب، نقول لي ما ترددش كتب ورد عليا من بعد ملي تسالي رد عليا. فاي واحد كيديرها كاين اللي كيتبلى بها، كاين اللي دارها صافي كيولي كيخدم، يعني كيخدم من بعد في شركه ولا كيتوظف ولا شي حاجه، وكتبقى هذيك المساله ديال انها راها مربحه بزاف، فديما تيشد كونجي في هذاك الوقيته ديال الدخول المدرسي على اساس باش يدير الفراشه ويدير هاد يدير الكتوبه. كنعرف شخصيا دابا واحد هاك المال عادي، ولكن في الوقيته ديال باش يدير الكتوبه، لان الكتوبه فعلا كيصور فيهم الواحد معنى الكلمه. كما قلنا يعني دابا الا درنا غير طريقه عاديه 3000 درهم، اما الا دخلنا الانترنيت ودخلنا لي زانونس ودخلنا المسائل بحال هكا، ال 5000 درهم ما يحيدهاش ليه الطبيب يعني في طرف هذيك ثلاثه السيمانات ولا اربعه. فلهذا اخواني الانسان يغتنم الفرصه، يغتنم سيرتو انا سيرتو بالنسبه للناس اللي باغي اللي خاصهم راس المال، اللي باغين يعني باغين يديروا شي مشروع اخر وما عندهمش راس المال. دونك هذه وسيله من الوسائل باش ان الانسان يجمع شويه ديال راس المال. واخا اخواني المهم نتمنى انني ما نكونش طولت عليكم، والله يوفق الجميع والسلام عليكم.